السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ إن شاء الله الفيديو ده هيكون فيديو صغير جدا جدا، يعني الفيديو مش هيعدي نص ساعة إن شاء الله، أتمنى يعني. تمام، إن شاء الله هيكون مفيد جدا برضو للعملي وللنظري. تمام، العملي الناس بتاخد أناتومي، تمام، لما بناخده في العملي برضو بتاعنا بالفارما، إحنا شغالين فارما أكيد، تمام، الناس اللي اتفرج علينا من السوهاج وكده، فإحنا شغالين فارما حاليا. تمام، فإحنا حاليا الفيديو ده إن شاء الله هيكون مفيد جدا للعملي، تمام، وأكيد أنتوا حسيتوا بده في العملي. يعني أنا نفسي يعني ليه هنعمل الفيديو ده؟ عشان عانيت في العملي، يعني وأنا قاعد في السكشن ما فهمش الدكتور بتكلم عن إيه، إيه اللي بتكلم عنه ده، هي أصلا ما خدناش العين نفسها، الاي نفسها، يعني واحد يقول له اشمعنى الاي اللي انت عامل عليها درس يا اسلام وكده، فاهم؟ لا، فانا يعني عملت كده عشان حسيت ان انا مش فاهم، فلما انا احس ان انا مش فاهم يبقى اكيد يعني في ناس كتير زمايلي مش فاهمين، طبعا مش كلهم بس اكيد في يعني نص مثلا، حتى مثلا لو الاقليه، فقشطه يعني هنحاول نسهل الدنيا على بعض ان شاء الله. تمام، فالفيديو ده اول حاجه انا هشرح فيه ايه، هشرح فيه حاجتين ان شاء الله. تمام، اول حاجه ايه تركيب العين نفسها، تمام، تاني حاجه هشرح تاثير الاتروبين، وهشرح تاثير اي دواء عموما. انا هقول لك ازاي تعرف اي دواء، تمام، على العين، هو تاثير الاتروبين يعني تقريبا هو اهم حاجه على العين، تمام، وبعدين انت هتعرف يعني انا يعتبر هشرح كل حاجه، انت هتفهم ده، بس كمل الفيديو للاخر ان شاء الله وهتفهم كل حاجه. تاني حاجه مش محتاج تكون مذاكر حاجه، يعني تقدر تبدا من الصفر في الفيديو ده، بحيث انك يعني لما تذاكره بعدين ان شاء الله تكون فاهم. فاهم قصدي؟ يعني مش محتاج تكون مذاكر الدرس، مش محتاج تكون مذاكر عملي او نظري، لا، انت ممكن مثلا لو اخوك فوق الثالثه اعدادي مثلا شاف الفيديو هيفهم. تمام، فركز معايا ان شاء الله ومش هرغي كتير بس الناس ما تتضايقش. اول حاجه احنا يا شباب، احنا لما ناخد دواء معين ما ينفعش زي ما الدكاتره اللي بيعملوا في السكاشي انهم يبداوا يقولوا لنا تاثير الدواء ده بشكل مباشر على الحاجه دي. طب انا يعني مثلا الدكتوره بتقول مثلا ان في مثلا الفا 1 في الراديال ماسل، انا ما اعرفش ايه الراديال ماسل، في مثلا ام 3 في السفنكتر بيوبيلي، انا مش فاهم ايه الكلام ده، فاهمين؟ فانت مثلا حتى خد من وقتك 5 دقائق وقول لنا ايه هي العين دي، ايه مكوناتها، تمام، فاهم الفكره بتاعت اللي بتكلم عنها، بحيث انك لما تقول لي تاثير دواء معين فنعرف انت بتتكلم عن ايه. فاهم قصدي؟ فاحنا ما خدناش الاناتومي اوف ايس. طب هل انا اشرح الاناتومي اوف اي؟ لا، ان شاء الله ناخده في موديول الرمد ده او في سكشن الرمد، ما اعرفش، انا ناخده في سنه ثالثه تقريبا او بس. دلوقتي لا، احنا هنتكلم دلوقتي عن الجزء اللي احنا عاوزينه في سنه في يعني في الجزء بتاعنا. تمام، حاجه بسيطه جدا، نبدا ان شاء الله. تمام، ادي شكل العين ده، شكل يعني قطاع اللي هو بالعربي قطاع جانبي او سكشن عرضي، يعني انت تتخيل كده قسمت يعني جبت مثلا سكينه كده، تمام، وقطعت العين نصين بالعرض كده، مش يعني قطعتها بالعرض نص يمين ونص شمال، فانت كده باصص من الجنب على العين. فاهم الفكره؟ حلو خالص، بص من الجنب على العين. ايه طيب اللي احنا عايزينه فيه؟ طبعا مش ما تتخضش، مش كل الحاجات دي عاوزينها، احنا عايزين حاجات معينه بس اللي هنشرح عليها. تمام، حلو خالص، شايف ال ال شغل الليزر بس عشان اشرح عليه. تمام، شايف الجزء ده، الجزء ده اهو، تمام، الجزء ده كله، تمام، اسمه الايريس. طب معلش، تاني في حاجه نسيت اقولها يا شباب، ان انا مش هقعد اترجم الكلام. يعني ايه؟ يعني مثلا انا لو جيت اترجم الكلام في مش الكلام اللي هو يعني بيفهمك، الكلام اللي هو المصطلحات، يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا مش هقعد اقول دي اسمها قرنيه ومش عارف ودي اسمها قزحيه ودي، انا بتلخبط في الكلام ده في العربي. طب ما انا بتلخبط بينهم في العربي، خلاص انا يعني ما اعرفهم يعني اول من اخر بالانجلش، فاهمين الفكره؟ يعني الحاجات اللي انا بتلخبط فيها بالعربي خلاص، طب انا احفظها بالانجلش خلاص، يعني بدل ما اتعب مرتين، مره ترجمهم ومره احفظهم وبعدين مره يعني لا خلاص ما نحفظهم مره بالانجليش وخلاص. يعني مثلا دي اسمها ايريس، اللي هي ايه الايريس؟ اللي هي حته اللحم الصغيره دي، تمام، خلاص انت مش هتفرق دي اسمها القزحيه ولا القدحيه، مش عارف، ولا القرنيه، كلام غريب اللي هو فاهم، انا والله ما اعرفهم ايه القزحيه والقرنيه، كلمات غريبه دي. تمام، فانا يعني مش بقول كلام كده عشان ما الخبطك، لا بالعكس، انت يعني لما تحفظهم كده او من اول واخر بالانجليش هتلاقي الدنيا سهله جدا يعني. تمام، تمام، فدي اسمها الايريس. ايه الايريس دي؟ اللي هي حتتين اللحم، يعني الحته اللي نازله دي. طب ايه تركيب الايرس دي؟ بتتكون من ايه؟ تعال نشوفها. هل والايرس دي عامله ازاي؟ ادي الايرس، مش هي دي حته اللحمه اللي نزل؟ يعني ده دايجرام للصوره اللي كانت هناك، صح كده؟ ادي الايرس دي، تمام؟ بتتركب من ايه الايرس دي؟ احنا عايزين نعرف بقى بتتركب من ايه؟ سيبك من الجزء اللي بالازرق ده، احنا مش عايزينه، يعني الجزء اللي بالازرق ده مش عايزه، مش تبعنا، تمام؟ يعني الحته الزرقاء دي مش يعني الحته الزرقاء دي البيجمنت، اللون، يعني مثلا في ناس العيون بتاعتها لونها بتكون اخضر، ناس العيون بتاعتها بتكون لونها اسود، تمام؟ ناس بتكون بني، تمام؟ يعني مش عايز الخبطكم، خلينا على نفس الرسمه دي. يبقى احنا الجزء اللي بالالوان ده، الاخضر والبرتقاني ده او الاورنج ده، تمام، ده الجزء اللي هو اسمه ايريس، تمام. انت عارف الايريس ده اللي حته اللحمه اللي شفتها هناك دي، صح كده؟ حلو، الايريس دي يا شباب بتتكون من جزئين، تمام. سيبك من الجزء الازرق ده اللي بيدينا اللون، ده الجزء اللي هو بيدينا اللون، شايفين الجزء ده شباب اللي هو اللي بالازرق ده؟ ده اللي بيعتمد على اللون، العيون بتاعت الانسان، تمام، مش تبعنا، انا مش عايز اللون ايه دلوقتي، تمام. حلو،
احنا دلوقتي عايزين نعرف بس اهم حاجة ان العيون دي تتكون من يعني الايرس دي فيها عضلتين، عضلة اللي هي البلون الاورنج ده تمام والبلون الاصفر ده تمام اللي هي دي، وعضلة اللي هي باللون الاخضر ده البلون جرين تمام يا شباب. اسمهم اسم يعني ايه الاسماء بتاعت العضلات دي؟ اسم العضلة دي يا شباب اسمها الراديال ماسل زي ما مكتوبة تمام، اسمها الراديال ماسل تمام. طيب واسم العضلة الصغيرة دي اسمها السيركلر ماسل يعني العضلة الدائرية. تاني كده ايه اسم العضله؟ طب تعالى كده عشان بس نقرب الكلام، ما تيجي نبص منظر يعني من قدام عشان تفهم اكتر. يعني مثلا تعالى لو رسمنا مثلا ادي العين مثلا اي رسمه عين كروكي وخلاص عشان نفهم الحوار عليها مش اكتر تمام. لو رسمنا العيون لحظه واحده، ادي مثلا العيون تمام يا شباب، ادي مثلا اللي هو ايه لحظه معلش، ادي مثلا العين تمام، في عضله عامله بالشكل ده لحظه، في عضله عامله كده يا شباب تمام. العضلة اللي هي كده الكبيرة دي اللي اسمها الراديال ماسل تمام، يعني دي اسمها الراديال تمام يا شباب. في عضلة تانية قريبة كده بشكل دائري فاسمها سيركلر، يعني عاملة دايرة بشكل دايرة تمام كده. يبقى احنا عندنا الايرس بتتكون من عضلتين، عضلة اسمها الراديوس وعضلة اسمها السيركلر ماسل. في مشاكل الكلام ده شباب؟ لا حلو خالص سهل جدا ان شاء الله مش مشكله. انت فهمت يعني ايه الراديال ماسل وايه السيركل ماسل؟ بس الكلام ده اناتومي شويه، اناتومي ماشي بس احنا عايزين نفهمه ليه عشان النقطه الجايه. ايه النقطه الجايه؟ الراديال ماسل فيها الريسبتور اللي اسمه الفا 1. ركز معايا بقى في الكلام ده عشان مهم. السيركلر ماسل فيها الريسبتور اللي اسمه ام 3 او اسمها سفنكتر بيوبيلي تمام. خليك مركز معايا بس دلوقتي تمام. الراديال ماسل تمام شباب فيها ريسبتور اسمه ايه؟ الفا 1. السيركلر ماسل فيها ريسبتور اسمه ام 3. الالفا 1 ده تبع الريسبتور اللي اسمهم ادرينرجيك ريسبتورز، الام 3 ده تبع الحاجه اسمها كولينرجيك ريسبتورز. لو انت مش فاهم ده فانت محتاج تذاكر فارما، فاهم قصدي؟ انا بتكلم انت يعني لو يعني انا بادئ من الصفر كاناتومي كتشريح العين تمام، لكن الالفا والريسبتور الكلام ده محتاج تكون يعني فاهم فارما على الاقل وفاهم ايه الريسبتور وبيعملوا ايه دول تمام. بس ركز معايا حتى لو مش فاهم يعني ما تقفلش الفيديو يعني كمل وهتفهم في كل حاجه ان شاء الله تمام. دي اول حاجه انت حتى الان عرفت ان في جزء اهو تاني، في جزء اسمه ايه تاني معلش، ان الحته دي تمام اسمها ايه؟ ايريس. الايرس دي مكونه من جزئين، جزء اهو تمام اسمه وجزء كده تمام وجزء كبير كده، جزء اسمه السيركلر ماسل اللي هي دي وجزء اسمه الراديال ماسل تمام خالص. السيركلر ماسل والراديال ماسل دول بيعملوا ايه؟ يعني السيركلر ماسل دي بتعمل ايه والراديال ماسل دي بتعمل ايه؟ السيركلر ماسل دي بتعمل حاجه للعين والراديال ماسل دي بتعمل نفس الحاجه للعين. يعني ايه الكلام ده بالراحه خالص؟ يعني مثلا انت عارف كده شباب، عارف اللي هو ايه؟ عارف اللي هي لعبه شد الحبل، لما مثلا اتنين كده يقفوا واحد يشد الحبل والتاني يشد كده قباله تمام، فاللي هو الاقوى هيشد يعني هيشدها ناحيه يعني الحبل هيروح ناحيه القوه الاكبر صح كده تمام. ده معناه ان العضلتين دول شغالين وقطر الدايره بتاعت العين يعني 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 في ناس كده بتكون عيونها اللي هي الدايره السوداء اللي في النص دي تمام احيانا بتكون صغيره، واحيانا الناس بتلاحظ كده الدايره السوداء اللي في العيون دي كبيره شويه تمام. طب هل انها تكون كبيره او انها تكون كبيره زي كده او انها تكون صغيره زي كده؟ ده بيعتمد على ايه؟ ده بيعتمد على العضلتين اللي اتكلمنا عنهم دلوقتي اللي اسمهم ايه؟ الراديال ماسل والسيركلر ماسل تمام يا شباب. الراديال ماسل والسيركلر ماسل دول يعني هما الاثنين شغالين كانهم مع بعض، يعني شغالين، دي واحده عايزه تضيق وواحده عايزه توسع، واحده عايزه تضيق وواحده عايزه توسع، فاهمين الفكره يا شباب؟ تاني الراديال ماسل دي واحده عايزه تضيق العين وواحده عايزه توسع العين. طب مين اللي عايزه تضيق ومين اللي بتوسع؟ يعني احنا دلوقتي عرفنا ان في عضلتين هم شغالين مع بعض، واحده اسمها الراديال ماسل واحده اسمها الراديال ماسل وتاني اسمها السيركلر ماسل. دي اسمها الراديال ماسل ودي اسمها السيركلر ماسل تمام. مين بقى عايزه تشغل توسع ومين عايزه تضيق؟ بص الكبيره عايزه توسع وهي الصغيره عايزه تضيق، خلصت كده تمام. يبقى الراديال ماسل عايزه تعمل لك الشكل ده، السيركلر ماسل عاوزه تعمل لك الشكل ده. تاني كده انت فهمت الفكره بتكلم عليها دلوقتي؟ عندي عضلتين، واحده اسمها الراديال ماسل وواحده اسمها السيركلر ماسل. السيركلر معلش لحظه، الراديال ماسل انت عارف شكلها اللي هي الكبيره دي بقى، الراديال ماسل هي دي عاوزه تعمل الشكل ده، يعني عاوزه تخلي اللي هي النقطه السوداء دي شكلها كبير حلو خالص. السيركلر ماسل الدائريه تمام عايزه تخلي النقطه صغيره، افتكر حتى كلمه سيركل معناها ايه؟ دايره او نقطه، عايزه تخليها دايره صغيره مش عايزه تخليها كبيره بقى زي الراديال ماسل تمام، فاهم الفكره تمام خالص. طب يعني انا دلوقتي يعني لو بصيت في عيني دلوقتي في المرايه هلاقي مثلا ليها حجم معين، طب الحجم ده
هل بسبب تأثير عضلة واحدة منهم ولا بسبب تأثير العضلتين مع بعض؟ لا، هو في الحقيقة بسبب تأثير العضلتين مع بعض بيكونوا شغالين، بس في واحدة بتكون مؤثرة بشكل أكبر. فاهم الفكرة؟ يعني في واحدة بتكون واخدة الأبر هاند. يعني مثلا وانت زي نفس المثال كنا بنتكلم عنه دلوقتي، في اتنين مثلا بيشدوا الحبل، تمام؟ الحبل اكيد هيتحرك ناحية واحد فيهم، ناحية الكبير ده القوي مثلا، تمام؟ طب ليه هيتحرك ناحية ده؟ عشان ده اقوى شوية. طب هل ده معناه ان ده مش بيشد؟ لا، ده بيشد برضه، بس تأثيره ضعيف شوية. نفس الفكرة، نفس العلاقة بين الراديال ماسل وبين السيركلر ماسل، تمام يا شباب؟ نفس العلاقة بالظبط، بس الكلام ده واحدة عايزة تقفل العين، واحدة عايزة يعني ضيق العين. فاهمين الفكرة يا شباب؟ حلو خالص. بس احنا عرفنا معلومة زيادة، يا ريت نحفظها، ان الراديال ماسل بتكون شغاله على الريسبتور اللي اسمه الفا 1، السيركولار ماسل بتكون شغاله على الريسبتور اللي اسمه ام 3، تمام خالص. طب ده انا استفدت ايه من الكلام ده؟ يعني ادي لحظه كده، ادي شكلها من شكل ده، شكل امامي شباب، نفس الشكل، يعني ادي شكل العين، تمام اهو، تمام شكل العين، تمام. ادي الراديال ماسل اللي هي من بره، تمام، دي بقى عايزه تشد العين كده لبره، تمام، عايزه تشد العين، فاهمين الفكره؟ عايزه تعمل كده يعني للبيوبيل اللي موجوده في النص دي، اللي اسمها البيوبل او البيوبيلي زي ما بيقولوها يعني، تمام. السيركولار ماسل دي عامله زي ايه؟ زي الاستيك كده، عاوز يدوس على العين. لحظه كده اجيب الليزر، عامله زي الاستيك كده، عاوز يدوس على العين، شايف؟ عايز يدوس كده على البيوبل، عايز يدوس يضيقها. طب والسيركولار ماسل عايزه تشد، عايزه تشد وتوسعها، تمام. فهم الاثنين شغالين مع بعضهم. فهمتوا الفكره؟ يعني ميك سنس ولا لسه؟ تمام، حلو خالص. بس احنا عرفنا معلومه، ايه المعلومه دي شباب؟ ان الراديال ماسل دي، لحظه، السيركولار ماسل دي ايه اسم الريسبتور موجود فيها؟ ام 3. والراديال ماسل دي انهي ريسبتور؟ الفا 1، تمام كده؟ حلو خالص. طب انا كده استفدت ايه من الالفا والام 3 دول؟ ما انت لو مذاكر الادرينرجيك والكولينرجيك هتفهم الكلام ده، لو مش مذاكرهم طب ما تقفلش، اسمع وكمل وهفهمك، تمام؟ ايه حلو، انت دلوقتي عندك حاجه اسمها الفا 1، اكيد الناس اللي فهماني يعني، مش هسيب في الشرح عشان بس مش هطول يعني، تمام. الالفا 1 دي، الالفا 1 دي بتتاثر بحاجه اسمها ادرينالين والنور ادرينالين، او بنسميهم ابنفرين ونور ابنفرين، تمام. لما يجي مثلا النور ابنفرين او النور ادرينالين، اكيد سمعت عنه في الثانوي مثلا، يعني سمعت عنه في اي ماده، مش اكيد سمعت عن الحاجات دي، تمام. النور ادرينالين ده لما يروح يمسك في الريسبتور اللي اسمه الفا 1 ده، يروح الالفا 1 ده يشتغل. طب الريسبتور اللي اسمه الفا 1 ده موجود فين؟ انا موجود فين ده؟ مش هشرح فارما دلوقتي، انا بتكلم عن العين. طب هو موجود فين بقى في العين؟ ماشي، انت بتكلم عن العين، كلمني على العين، تمام؟ موجود بقى في الراديال ماسل. حلو خالص. طب انت تتوقع ايه اللي يحصل لما الالفا 1 تشتغل، لما مسك فيها النور ابنفرين؟ لما الالفا 1 تشتغل عشان مسك فيها النور ابنفرين، فالراديال ماسل تروح تشتغل، صح كده؟ مين هيشتغل؟ الراديال ماسل، تمام؟ الراديال ماسل بقى يحصل لها ايه؟ الراديال ماسل يحصل لها كونتراكشن. يعني ايه ازاي؟ الراديال ماسل بقى عايزه تشدها لبره، فيروح يحصل لها كونتراكشن، يعني زي تنضغط، تمام؟ فاهم الفكره؟ يعني الراديال ماسل الاول يعني ما يحصل لها يعني تحفيز عن طريق عن طريق الالفا 1، تمام؟ فالراديال ماسل يحصل لها كونتراكشن. يعني ايه كونتراكشن؟ يعني دلوقتي دي عايزه تشد، فانت يعني دلوقتي انت لما بتشد مثلا، نفس المثال بتاعنا اللي هو شد الحبل كده، انت وانت واقف بتشد كده، عشان تشد الحبل ده بتعمل ريلاكس لايدك ولا بتعمل كونتراكشن؟ بتعمل انقباض لايدك، صح كده؟ بتعمل انقباض عشان تحرك، يعني فاهم الفكره؟ يعني انت بتروح تعمل بتشدها كده عشان تعمل انقباض ليها، فاهم الفكره؟ بس كده، فنفس الفكره، يعني هو بيحصل كونتراكشن للراديال ماسل، يعني الراديال ماسل بتنقبض. ليه الراديال ماسل بتنقبض؟ ما هي لما تنقبض فتروح تشد لبره، فلما تشد لبره البيوبيلي دي تروح توسع، فاهم الفكره؟ فلما البيوبيلي دي توسع يحصل حاجه اسمها دايليشن، او يعني كلمه دايليشن معناها يعني توسيع. لما البيوبيلي دي توسع وتطلع يعني تكبر في الحجم، بيسموها مصطلح في الطب، اسم المصطلح ده الميدرييزس، تمام. يبقى ايه الميدرييزس ده؟ الميدرييزس ده معناه ان العين الدايره اللي في النص دي بقت اوسع، فاهم الفكره؟ يعني الميدري دي اسمها ميدرييزس. طب تقدر تقول لي كده اي دواء بقى عموما، يعني انا دلوقتي انا قلت لك تفهم ازاي اي دواء تاثيره على العين عامل ازاي، تقدر لما اقول لك اي دواء تاثيره على العين عامل ازاي وكان بيأثر مثلا، انت عرفت معلومه واحده ان الدواء ده بيشغل الالفا 1، فانت تقدر تقول لي ايه الميكانيزم اللي هيحصل؟ انا فاكر الالفا 1 دي كانت موجوده في حته اسمها الراديال ماسل في العين، حلو. والراديال ماسل دي بتعمل ايه؟ الراديال ماسل دي اول ما تمسك فيها الالفا 1، اول ما يمسك الدواء ده في الالفا 1، نور ابنفرين مثلا، اي دواء بقى بيشغل الالفا 1، تمام؟ يعني مش شرط النور ابنفرين بس، اي دواء، في ادويه اسمها الفا 1 اجونست، تمام؟ ف
ففي ادويه اسمها الفا 1 اجونست. يعني ايه اجونست؟ يعني بيشغل الالفا 1 تمام. حلو، يبقى الدواء ده اسمه الفا 1 اجونست. اول ما يمسك ايه اللي يحصل؟ فالريديال ماسل دي عاوزه تشد البيوبيلي، يعني عاوزه توسع القطر بتاعها اللي هي الدايره في النص دي. طب انت يعني لو في مكان الريديال ماسل عشان توسعها، فتروح تعمل ريلاكس ترتخي كده، فتروح البيوبيلي ترجع مكانها، ولا تروح تكونتراكت تنقبض؟ فتنقبض. ليه بتنقبض؟ تعمل كونتراكشن عشان البيوبيلي دي تتشد كده، فاهم الفكره؟ تتشد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. فايه اللي يحصل؟ يحصل مايدريزيس او ميدريزيس، اللي هي بتساوي الميدريزيس دي هي يعني دي مصطلح تاني اسمه للبيوبيلي دايليشن او البيوبيل دايليشن. تمام، يعني ايه البيوبيل دايليشن؟ يعني اللي هي الدايره في النص دي هتوسع. تمام، بس كده، حلو خالص. تعالى كده نتكلم عن الجزء الثاني اللي اسمه السيركولار ماسل. ايه السيركولار ماسل ده؟ تعالى كده، انت اكيد فهمت الحوار، يعني اكيد فهمت هنتكلم عن ايه بالظبط. تمام، لحظه واحده معلش، انا اسف يعني باخد وقتكم. تمام، هنتكلم عن ثاني جزء اللي هو مين؟ السيركولار ماسل. ادي السيركولار ماسل الصغيره دي، شايفه هي صغيره وكيوت كده، حلوه خالص. السيركولار ماسل دي عاوزه تعمل ايه؟ ما اكيد عاوزه تعمل عكس الريديال ماسل، فاهم الفكره؟ طب الريديال ماسل كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل كونتراكشن فتروح تعمل مايدريزس، فاهم الفكره؟ يعني بتعمل كونتراكشن فتعمل مايدريزس. طب ما تتكلم بلدي، يعني ايه مايدريزس؟ بتوسع العين، بتوسع الدايره السوداء اللي في العين اللي في النص دي. تمام، حلو. طب لما توسع دايره في النص، طب انا اقول لك السيركولار ماسل دي عكسها. مش انا اتفقت في الاول خالص ان السيركولار عكس الريديال؟ تمام، السيركولار ماسل دي هتعمل ايه بقى؟ تعال نشوف السيركولار ماسل هتعمل ايه. اول حاجه السيركولار ماسل دي عليها ريسبتور، اسمه ايه الريسبتور ده؟ اسم الريسبتور ام 3، اللي هو يعني ام دي اختصارت ماسكارينيك 3. تمام، حلو خالص. الام 3 دي شباب اول ما يجي يمسك دواء مثلا، تمام، الدواء ده الماسكارين دي، الماسكارينيك ريسبتور دي بتشتغل بانواع ادويه اسمها اسيتايل كولين. فاكر اسيتايل كولين الحاجات دي؟ الاسيتايل كولين او اي دواء، اي دراجز، تمام، بتشغل يعني بتشبه الاسيتايل كولين، فتشغل اسمها اسيتايل كولين اجونست، او اسمها باراسيمباثومايميتكس، يعني الادويه اللي بتشغل الام 3. لما تذاكر فارما ان شاء الله هتفهمها، لو مش مذاكر لكن لو مذاكر اكيد فاهم الكلام اللي بتكلم عنه. تمام، بس انا بفترض ان انت في ثالثه اعدادي، يعني بفترض ان انت مش مذاكر حاجه، يعني كلنا طبعا مش في ثالثه اعدادي، طبعا كلكم ناس ذكيه ما شاء الله وناس عقلها كبير. تمام، ويعني فانا بفترض ان انت مش مذاكر حاجه، فاهم الفكره؟ مش بقلل منك طبعا. تمام، المهم، فالاسيتايل كولين ده، الاسيتايل كولين ده زي ما اتفقت معاكم بيمسك في الام 3 ده. امال مين اللي كان بيمسك في الالفا 1؟ هديك 3 ثواني تفكر. 1 2 3 النور ابنفرين والابنفرين، تمام خالص. يبقى الام 3 ده بيمسك فيه الاسيتايل كولين، حلو خالص. الاسيتايل كولين ده لما يمسك او اي حاجه شبه الاسيتايل كولين تشغل الام 3، فهيعمل ايه؟ بص هيعمل ايه؟ هيشغل مين؟ السيركولار ماسل. حلو خالص. السيركولار ماسل دي، السيركولار ماسل دي عايزه تعمل ايه؟ تعال نشوف عايزه تعمل ايه. السيركولار ماسل دي هدفها انها تضيق العضله دي. طب بالعقل كده، السيركولار ماسل دي عشان تضيق العضله دي تنقبض ولا تريلاكس؟ يعني بص لحظه، يعني السيركولار ماسل هي دي صح كده؟ مش دي السيركولار ماسل، واللي بره دي اسمها الراديال ماسل. سيبنا من الراديال، مش بيتكلم عنها دلوقتي. تمام، انا تقريبا عكست دول، فلحظه معلش انا اسف، يعني لحظه انا عكست الريسبتورات تقريبا. تمام، يعني دي اللي فيها الام 3، تمام، دي اللي فيها الالفا يا شباب، ماشي، عشان عكستهم، بس انت اكيد فاهم الفكره. تمام، تاني السيركولار ماسل دي هي اللي فيها الام 3، فالام 3 لما تشتغل تعمل ايه؟ هو ايه؟ انت بص، انت فكر كده بالراحه، ايه هدف السيركولار ماسل وانت هتعرف تعمل ايه؟ هدف السيركولار ماسل انها تعمل ايه؟ انها تضيق العين، تضيق الدايره دي، شايف الدايره البيوبيلي دي اللي اسمها بيوبيلي؟ هدف السيركولار ماسل انها تضيقها. طب بفرض ان السيركولار ماسل دي جه دواء راح مسك في الريسبتور، راح جه دواء مسك هنا صح كده؟ فالدية ايه اللي هيحصل لها؟ يحصل لها كونتراكشن، عايزه تدوس كده عليها لجوه. تمام، ما انا قلت لك شبهها بالاستيك السيركولار ماسل، فعايزه تدوس. فليه عايزه تدوس؟ ما انا قلت لك انها عايزه تضيق شكل النقطه اللي جوه العين دي، عايزه تخليها صغيره جدا كده صح؟ تمام، يبقى السيركولار ماسل يحصل لها ايه؟ يحصل لها كونستريكشن صح كده؟ يعني تنقبض. يبقى هما الاثنين ينقبضوا يا شباب، ما حدش لخبطك في الام سي كيو. يعني سواء الالفا 1 اشتغلت، سواء الالفا 1 اشتغلت تعمل كونتريكشن للراديال ماسل مش ريلاكس، وسواء الام 3 اشتغلت تعمل كونتريكشن للسيركولار ماسل مش ريلاكس. طب امال ايه اللي بيعتمد على ان شكل العين دي لما هما الاثنين بيعملوا كونتراكشن؟ هما الاثنين بيعملوا كونتراكشن عكس بعض،
نفس الفكرة بتاعت الاثنين اللي بيشدوا الحبال، واحد بيشد الناحية دي واحد بيشد الناحية دي، فاهم الفكرة؟ بس هما الاثنين بيعملوا بيشدوا، مفيش حد راخي، فاهم الفكرة شباب؟ يعني هو بالمنطق يعني اثنين بيشدوا الحبال، هما الاثنين بيشدوا الحبل بس محدش راخي، نفس الفكرة. الراديال ماسل والسيركلر ماسل هما الاثنين بيشدوا بس بقى في اتجاهات مختلفة، واحدة عايزة تضيق العين واحدة عايزة توسع العين. السيركلر ماسل دي هي اللي عايزة تضيق العين، فاهم الفكرة؟ ها السيركلر ماسل دي اللي هي الحتة الخضراء الصغيرة دي، فاهم الفكرة شباب؟ تمام. يبقى السيركل المصل دي اول ما يحصل لها كونتراكشن يحصل ايه؟ فانت هتقول لي اول ما يحصل كونتراكشن هي عامله زي الاستيك كده، صح كده؟ فتروح تدوس على النقطه بتاعت العين دي تصغرها جدا، صح كده؟ فبدل ما النقطه اللي جوه العين دي هتكون عامله كده فيروح يبقى شكلها عامل كده، صح كده؟ ما دست عليها، حلو خالص. طب والراديال ماسل انت بتعملي ايه؟ ما الراديال ماسل دي بتقاوم الناحيه الثانيه، بس انا دلوقتي قلت لك ان بفرض ان احنا شغلنا الام 3 يعني خلينا السيركلر ماسل هي الاقوى. طب هل ده معناه ان الريديال ماسل مش شغاله؟ لا شغاله عادي، بس احنا دعمنا او قوينا السيركلر ماسل اللي هي بتشتغل بالام 3، فاهم الفكره؟ فحصل كده. طب اسم الحاله دي يعني الحاله دي اللي هي ايه؟ صغرت جدا كده بقت نونه كده، فاهم؟ لما دست عليها السيركلر ماسل اسمها ايه؟ اسمها بيسموها في الطب المايوزيس. ايه المايوزيس؟ تعرف لي المايوزيس؟ المايوزيس ده هو عباره عن كونستريكشن ان بيوبيلي، البيوبيلي دي تصغر جدا ديو تو كونستريكشن او كونتراكشن، معلش كونتراكشن ان مين؟ في السيركلر ماسل ديو تو اكتيفيشن اوف ام 3 ريسبتور، فاهم الفكره؟ تمام فاهم. بس يعني زي اللعبه كده والله، انا يعني انا حاسس ان احنا بنلعب مش اكتر، يعني كلام سهل جدا. تمام حلو خالص. دي اول حاجه عايز اتكلم عنها. يبقى فهمت ايه الفرق بين المايوزيس والميدريزيس؟ تمام. لو ما فهمتش بالله عليك وقف الفيديو وارجع تاني من الاول اسمعهم عشان هتتكلم على كلام اهم دلوقتي. تمام. انا حاسس اني طولت، قلت الفيديو مش هيعدي نص ساعه، شكله هيعدي نص ساعه بس يستاهل يا شباب، صح؟ يستاهل تفهمها عشان كلام يعني تفهم الحوار كويس جدا. تمام. نرجع تاني للحوار الاناتومي بتاع العين. احنا خدنا اشكر حاجه واحده من الكلام الهاري ده كله، اللي هي مين؟ الايريس دي او الايريس اللي هي دي اللي قلنا في جزء اسمه سيركلر ماسل عاوز يدوس كده يضيق، تمام يضيق، وجزء اسمه مين؟ الراديال ماسل عايز لما يعني يعمل كونتراكشن لبره كده فيروح يوسع، فاهم الفكره؟ تمام خالص. ايه تاني حابين نتكلم عنه شباب؟ حابين نتكلم عن حاجه كده اسمها السيلياري بادي. ايه السيلياري بادي دي؟ تعال على الرسمه كده احسن دي، ما انا جايب كذا رسمه بس عشان اعرف يعني اخد راحتي في الشرح وكده. تمام. في حاجه في يعني في جزء كده اسمه السيلياري بادي. السيلياري بادي يعني عشان بيطلع منه السيليا. السيليا دي يا شباب يعني دي زي العضلات، شايف الجزء باللون الاسود ده؟ تمام. الجزء اللي باللون الاسود ده اسمه يعني دي سيليا، زي الاهداب كده او زي يعني الخيوط. تمام. اسمها هو مش راضي يعمل نقط ليه؟ اسمها السيليا. تمام. اسمها السيليا. السيليا يا شباب مش لازم اكتبها يعني. تمام. دي اسمها السيليا. السيليا دي اللي هي زي الاربطه دي اللي هي ماسكه الجزء ده. طب الجزء ده اللي ماسكه السيليا اسمها ايه؟ دي اسمها اللينس، العدسه. تاني بالراحه خالص، انا عندي جزء كده مربوط باربطه او باوطه يعني او باهداب كده، شايفين دي؟ شايفين الاسود ده؟ اسمه السيليا. تمام. السيليا دي اللي هي الخطوط دي ماسكه كده زي العدسه، عارف العدسه بتاعت الكاميرا دي؟ موجوده بقى ورا الايرس اللي عماله تضيق وتوسع، فاهم الفكره؟ حلو خالص. موجوده يعني العدسه دي اسمها اللينس، ما هي لينس يعني عدسه زي اللينس بتاعت الكاميرا كده. تمام. دي تتحكم بقى ايه فايده اللينس دي؟ بالراحه كده خالص وهفهمك الحوار ده دلوقتي، بس انا عايزك تعرف الاناتومي عشان تعرف الفارما بعدين وانا بتكلم. تمام. يعني لازم تعرف الاناتومي عشان تعرف الفارماكولوجي. يبقى دي حاجه اسمها السيليا زي الاربطه كده، ماسكه مين؟ ماسكه العدسه اللي اسمها ايه؟ اللينس. حلو خالص. السيليا دي اللي طلع من حته دي اسمها ايه؟ الجزء اللي طلع منه السيليا اسمه الجسم اللي طلع منه السيليا، بس كده اسمه السيلياري بادي، فاهم الفكره؟ تمام خالص. السيلياري بادي ده طلع منه مين؟ السيليا. حلو. شايف الجزء ده؟ الجزء ده يا شباب اسمه الكنال اوف شليم. تمام. ايه كنال اوف شليم دي؟ قناه اسمها قناه العالم شليم. اسمها قناه العالم شليم. القناه العالم شليم دي تمام؟ ايه فايدتها؟ هنعرف فايدتها بس دقيقة واحدة، أنا عايز أفهمك حاجة بس بالنسبة للسيليا واللينس عشان يعني تكون فاهم الكلام اللي جاي، تمام؟ حلو خالص. تعالى كده نفترض أدي يعني أنا هرسم أي رسم كروكي للعين بالجنب كده عشان أفهمك حوار السيليا، أدي مثلا العين دي، أدي السيليا اللي طالعة من العين وأدي اللينس، صح كده؟ تمام خالص. أدي اللينس، تمام. اللينس دي يا شباب يعني الفكرة لو اللينس دي بفرض يعني اللينس دي حصل فيها كونتراكشن، يعني ايه كونتراكشن؟ يعني شدت، تمام؟ فايه اللي يحصل؟ لما يحصل في اللينس دي كونتراكشن فتتوقع ايه اللي يحصل؟ تعال نشوف. لما يحصل للينس دي كونتراكشن فزي تشد كده، تمام؟ يعني تكبر كده في الحجم زي يعني دايسه كده عليها، تمام؟ فيحصل كده للينس،
صح كده؟ يعني فاهم الفكره؟ يعني دي اسمها ايه؟ لحظه كده، دي اسمها السيليا، تمام؟ والجزء ده اسمه ايه؟ السيلياري بادي. طيب يا شباب، السيليا والسيلياري بادي دول بيعملوا ايه بالظبط؟ يعني السيليا والسيلياري بادي دول يعني زي ما قلت، السيلياري بادي ده اللي هو الجسم طالع منه السيليا. السيليا دي بفرض انها حصلت كونتراكشن، يحصل ايه لللينس؟ وبفرض انها حصل لها الريلاكسيشن، يحصل ايه لللينس؟ يعني فكر فيها كده لحظة واحدة عشان بس أكون رابط الكلام الموجود عندنا بالجزء اللي هو الريسبتورز والكلام ده. بس أعمل الريسبتورز. أيوة تمام، ركز معايا مش عارف، تمام. بفرض ان السيليا دي يا شباب زي ما قلت حصل لها كونتراكشن، يحصل ايه لللينس للعدسه دي؟ بفرض ان العدسه دي حصل لها كونتراكشن، فيحصل حاجه اسمها لحظه، يحصل حاجه اسمها كونفكسيتي. تمام لحظه واحده، تبقى اسمها لا كونكيف، معلش كونكيف، لحظه انا مش راضي اكتب كويس، كونكيف. تمام، تبقى كونكيف. يعني ايه كونكيف؟ بصوا يا شباب، لا كونفكس، معلش انا اسف، كونفكس. تمام، كونفكس فعلا. تمام، يعني ايه كونكيف وكونفكس؟ كلمه كونكيف اللي هو الشكل اللي هو مش عارف المقعر المحدد، بس اللي هو عامل كده، تمام، ده اسمه كونكيف. تمام، يعني عامل زي الكيف كده من جوه، تمام، عامل زي الكهف. العكس بقى كده اسمه ايه؟ كونفكس. فاهم الفكره؟ فالشكل ده اسمه كونكيف، الشكل ده اسمه ايه؟ اسمه كونفكس. تمام، حلو جدا. لما يحصل ان السيلري بادي ده يزيد الكونفكسيتي، هو مش كده، مش كده شباب اسمه كونفكس؟ طب انا كده زودت الكونفكسيتي، طب انا كده زودت الكونفكسيتي لحد ما زود الكونفكسيتي خالص، يبقى كده يعني كده، يعني كده كونفكس. كده انا زودت الكونفكسيتي، كده زودت الكونفكسيتي، كده زودت الكونفكسيتي، كده زودت الكونفكسيتي، مش صح كده؟ طب كده لما انا ازود الكونفكسيتي، ايه اللي تتوقع ايه اللي يحصل؟ لما ازود الكونفكسيتي فاللينس حجمها يقل. طب لما اللينس حجمها يقل ايه اللي يحصل؟ لا ستوب هنا وركز معايا لحظه واحده، لحظه. تمام لحظه، ركز معايا. انا عندي كده احتمالين، ان السيليا دي تخلي الكونفكسيتي دي تزيد، او السيليا دي يحصل لها ريلاكس كده خالص وتخلي الكونفكسيتي دي تقل كده، مش كونفكسيتي كده اقل. يعني لو سالتك مين اكثر تحدب، ده ولا ده؟ لا اكيد ده اكثر تحدب، صح كده؟ ما هو ادي ده متحدب، تمام، ادي ده اكثر، ادي ده اكثر، ادي ده كده زودت التحديب، تمام. فده اللي فوق دي، دي مور كونفكسيتي، لكن دي ليس كونفكسيتي. اللي تحت دي مور كونفكسيتي، دي ليس كونفكسيتي. تمام كده، فهمت الفكره؟ تمام. ايه بقى الفكره؟ انا استفدت ايه؟ يعني انا مثلا لما يحصل مور كونفكسيتي او ليس كونفكسيتي، انا اللي هشوفه بعيني، ايه اللي هشوفه؟ بص اللي هشوفه بعيني، انا كده مثلا بفرض ان مثلا ادي في شجره هناك، مثلا بفرض ان في ايه، او نخله مثلا، مش عارف راسم حاجه، بس بفرض ان في انسان، تمام، بسيبكم الشجر عشان ما حدش يحبسني، بفرض ان في انسان كده واقف، تمام. لو الانسان ده واقف، انا هشوفه احسن لو عيني اكتر كونفكسيتي ولا اقل كونفكسيتي؟ بص كده، هو تعالى ندخل في شويه فيزياء كده شويه. هو الضوء انت بتشوفه ايه؟ مش عباره عن موجات ضوئيه، تمام، اشعه ضوئيه. يعني الجسم ده عباره عن موجات ضوئيه عامله كده، صح كده شباب؟ حلو خالص، يعني انت فاهم الفكره، يعني ده موجات ضوئيه كده، تمام خالص. يبقى ادي الجسم ده، تمام، كده عامل كده، صح كده؟ الموجات الضوء دي طالعه منه، تمام. طب بص الجسم ده نفس موجات الضوء دي، تمام، نفس موجات الضوء، تمام، او سيب كده عشان نحسب، تمام، هدي نكررها، نعمل لها كوبي، تمام، اهو، تمام، ادي موجات الضوء دي، اهو لحظه واحده، كوبي، تمام، ادي نفس موجات الضوء دي يا شباب. اللينس دي اللي هي العدسه بقى، ركز معايا، اللينس دي العدسه. انا بسالك سؤال، ايه السؤال؟ العين هتشوف احسن الحاجه البعيده وهي حصل لها كونفكسيتي اقل زي اللي تحت دي، ولا لما الكونفكسيتي تبقى زي ده؟ بص كده وركز، الكونفكسيتي وهي قليله، هل كل الاشعه الضوئيه اللي طالعه من الجسم مخترقه اللينس؟ لا، في اشعه كده مهربه، يعني في اشعه مش داخله في اللينس من قريب، صح كده؟ في، لكن هو ايه؟ انت شايف، بس مش شايف كويس، صح كده؟ تمام. طب بص اللي تحت كده، الكونفكسيتي قلت. طب لما الكونفكسيتي قلت ايه اللي حصل؟ لما الكونفكسيتي قلت
فانت قدرت تشوف ابعد، يعني قدرت تشوف الحاجات البعيدة اكتر، عشان كل ما الكونفكسيتي تقل فاللينس حجمها يزيد، فتقدر تشوف الاشعة الابعد. فهمت الفكرة؟ يعني نفس شايف الشعاع ده لو حطيت هنا، لا بص هيختار، لا كده عدى اللينس مش يعني مش جاي فيها صح كده، فانت كده مش شايفه كويس. فهمت الفكره يا شباب؟ حلو خالص. يبقى كده احنا اتفقنا على حاجه، ايه الحاجه دي؟ ان كل ما الكونفكسيتي تزيد، كل ما الكونفكسيتي تزيد ايه اللي يحصل؟ تقدر تشوف الفار فيجن اللي هي الرؤيه البعيده، كل تقدر تشوف النير فيجن، معلش تمام. كل ما الكونفكسيتي كده الكونفكسيتي زايده، فانت ما تقدرش غير تشوف النير فيجن اللي هي الرؤيه القريبه. طب لو عايز تشوف الفار فيجن اللي هي الرؤيه البعيده، فانت لازم الكونفكسيتي تكون قليله. طب لو الكونفكسيتي كبيره خالص، يعني ده كونفكسيتي جدا صح كده، فانت تقدر كده تشوف الفار فيجن. حلو خالص تمام. طيب في الحاله اللي احنا بنتكلم عنها دي، اسف انا طولت، حاسس ان انا طولت يعني، بس معلش لو زي ممكن توقف وتكمل في وقت تاني عادي، مش هقدر اقفل وكده فاهم. فانت يعني حاول تركز معايا تمام. لما ال ادي حاجه الام يعني تظبط الام 3، لحظه كده تعال نرجع للحركه اللي بنتكلم عنه، الام 1 والام، فاكر الام 1 موجوده فين والام 3 موجوده فين؟ هنزود اماكن تانية دلوقتي تمام. حلو خالص. ال السيلياري ماسل دي يا شباب، اللي هي السيلياري ماسل دي شايفها، السيلياري ماسل دي موجود فيها ام 3. ركز كده معايا، الام 3 ده قعدت علينا فين من شويه، في السيركلر ماسل ولا في الراديال؟ في السيركلر ماسل صح كده. افتكر لو مش فاكر رجع الفيديو بالله عليك او عيد الفيديو تاني تمام. السيركلر ماسل هي كان فيها ام 3 تمام، اهو ادي السيركلر ماسل كان فيها ام 3، عايز اكتبها بخط تاني ام 3. اما السيركلر ماسل معلش بالله، السيركلر ماسل دي كان فيها ام 3، الراديال ماسل كان فيها الفا 1 تمام. حلو خالص. يبقى السيركلر، يبقى الام 3 ده موجود في جزئين، السيركلر ماسل والسيلياري ماسل. حلو. طب السيلياري ماسل ده اول ما السيلياري ماسل ده يتحفز يشتغل، فايه اللي يحصل لما يشتغل؟ فايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان السيلياري ماسل ده يروح يعمل ايه؟ يروح يشغل اللي هو الجزء ده، لحظه، يشغل العضلات دي اللي هي السيلري ماسل تمام. يشغلها ازاي يعني ايه؟ ما هو شغلها يعني يعمل لها كونتراكشن. فلما يعمل لها كونتراكشن ايه اللي يحصل؟ يحصل ان الفكره ان العضله دي تروح تعمل مور يعني ليس كونفكسيتي تمام، ولا مور كونفكسيتي، لا تعمل مور كونفكسيتي تاني. العضله اللي اسمها السيلري ماسل دي اللي هي العضله دي تمام، لما الام 3 شغلها تمام يا شباب، فروح العضله دي يحصل لها ايه؟ يحصل لها كونتراكشن، تنقبض. فلما العضله دي تنقبض ايه اللي يحصل؟ لما العضله دي تنقبض فاللينس حجمها يقل تمام. لما اللينس حجمها يقل ايه اللي يحصل؟ لما اللينس حجمها يقل فانت تقدر تشوف الحاجه القريبه صح كده. تاني معلش، تاني الام 3 دي موجوده فين؟ في السيلري ماسل. السيلري ماسل دي اول ما يعني الام 3 دي يجي حاجه تشغل الام 3 دي تمام، فايه اللي يحصل؟ السيلري ماسل دي تروح تنقبض، بدل ما هي عامله كده تبقى عامله كده تمام. فاللينس كده تتوقع حجمها هيبقى عامل ازاي؟ بص تبقى عامله كده سيري المصري، فاللينس حجمها هيقل كده، تنضغط صح كده، فالكونفكسيتي تزيد. فلما الكونفكسيتي تزيد تقدر تشوف الحاجات القريبه صح كده. فاهم الفكره؟ زي ما شرحت من شويه. حلو خالص. لما بقى ادي حاجه تشغل الام 3 فانت تقدر تشوف الحاجه القريبه. طب مثلا افرض الناس اللي هي مثلا مش بتعرف تقرا كويس، طب انا اديها دواء يشغل الام 3. فاهم الفكره؟ بحيث انه يقدر يشوف الحاجه القريبه تمام. يبقى انت احنا كده اتكلمنا عن جزئين، جزء الراديال ماسل وجزء السيركلر ماسل تمام. الجزء الثاني اتكلمنا عن السيلياري بودي وعن ازاي وعن اللينس لما يحصل لها كونفكسيتي، يعني السيلياري دي شدت كده حصل لها كونتراكشن لما الام ماسل لما الام 3 اشتغلت، فايه اللي يحصل؟ فانت تقدر تشوف النير فيجن تمام خالص. يعني كده انا بقول اساسيات، بعد كده اقول ايه الاتروبين وبيعمل ايه الاتروبين كده، احنا ما اتكلمناش في الاتروبين تقريبا تمام، بس عشان تفهم بالله عليك يعني لازم تفهم عشان يكون الدنيا واضحه كويس معاك تمام. ايه الحاجه الثالثه اللي عايز اتكلم عنها يا شباب؟ الحاجه الثالثه اللي حابب اتكلم عنها، تعالى كده نرجع تاني للحوار ده. فاكر حاجه اسمها كانالو فيشليم؟ اتكلمنا عنها من شويه. ايوه. ايه كانالو فيشليم دي؟ بص الكانالو فيشليم دي عباره عن قناه تمام. القناه دي في حاجه اسمها تيوبيكولار مش وورك او مش واك مش ووك تمام، مش مهم. التيوبيكولار مش وورك، ايه تيوبيكولار مش وورك دي؟ لحظه كده، مش وورك شباب يعني عامله زي الشبكه او عامله زي الاسفنجه تمام. يبقى دي تعالى نسميها كده مجازا بيننا ما بين بعض، الاسفنجه. ايه الاسفنجه دي؟ مش فاهم.
لا ركز معايا كده بالراحه، دي تالت حاجه هنبني عليها الكلام ده، وبعد كده مش عايز الكلام ده كله هنمسحه ونتكلم بقى على الفارما. الفارما يعني انت فاهم، لو عرفت الكلام ده كله الجزء الفارما اللي احنا عاوزينه مش هياخد يعني 5 دقائق او 5 دقائق بالكتير. تمام، ركز معايا. التيوبيكولار مش ورك دي او يعني بتعمل ايه؟ دي عامله زي الاسفنجه. طب هي الاسفنجه ايه وظيفتها؟ معروفه الاسفنجه يعني بتمتص الميه. تمام، انهي ميه؟ ركز معايا كده. في جزء شباب اسمه ايه، في جزء هنا اسمه في ايبيثيليوم هنا، يعني هنا في زي الايبيثيليوم في الجزء ده كله، في ايبيثيليوم كوبويدال كولامينار ايبيثيليوم. الايبيثيليوم ده شباب لما يجي له افكت او يجي له ستيميوليشن يبدا يكون ميه. الميه دي زي بتقعد تطلع كده وتتراكم حوالين العين. بالراحه بالراحه خالص، مفيش حاجه صعبه، مفيش حاجه يعني الدنيا سهله جدا. تمام، شايف الميه دي اللي هي بالازرق؟ لحظه اجيب الازرق بدل ما اشخبطه خلاص كده زي الاطفال. شايف الميه دي شباب؟ تمام، الميه دي جايه منين؟ الميه دي في ايبيثيليوم في الجزء ده. تمام، في ايبيثيليوم. الايبيثيليوم ده بيعمل ايه؟ الايبيثيليوم ده بيكون ميه. حلو خالص. الميه دي اللي عماله تتكون دي ليها فايده؟ لا اكيد يعني ربنا ما خلقش حاجه ملهاش فايده. الميه دي ليه ايه فايدتها؟ بتحمي العين من الضغط الشديد. يعني مثلا وانت بتجري، تعالى كده هات كده، وانت بتجري تمام، فاكيد في هواء بيخبط في عينك كده. طب عارف لو الميه دي مش موجوده تلاقي عينك دخلت لجوه وتفعصت، فاهم الفكره؟ اما الميه دي بتحمي العيون من ايه؟ من الضغط الشديد، يعني كانك حاطط حاجز على عينك، فاهم الفكره؟ حلو خالص. يبقى الميه دي كانك حاطط حاجز على عينك. يبقى المية دي ربنا ما خلقهاش هباء. يعني اسمها ايه المية دي اللي بتتكون؟ اسمها الاكواس هيومر. تمام، اسم المية دي الاكواس هيومر، ما معرفش اكتبها ازاي بالظبط، اسمها الاكواس هيومر. حلو خالص. الاكواس هيومر ده بيطلع منين؟ بيطلع من الابيثيليوم ده الموجود في العيون. تمام شباب، حلو خالص. يعني في كلام صعب الكلام ده؟ لا، بس عايزين نعرف حاجه اخيره. الحاجه الاخيره ايه؟ ايه نوع الريسبتور الموجود في 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 في, في, الإكو في يعني في الخلايا اللي بتطلع الايكواس هيومر ده؟ بريسبتور بيتا 2. اسم الريسبتور ده بيتا 2. تمام، يعني احنا دلوقتي خدنا الفا 1 موجوده في الريديال ماسل، ام 3 موجوده في السيركولار ماسل، بيتا 2 موجوده في الخلايا اللي بتطلع الايكواس هيومر. طب لما انا دلوقتي ادي حاجه تحفز الاكواس هيوم، تحفز البيتا 2، يعني تشغل البيتا 2، فايه اللي يحصل؟ الخلايا دي تروح تشتغل، فالميه دي تزيد. لما الميه دي تزيد فالضغط الداخلي بتاع العين يزيد ولا يقل؟ يزيد. يعني انت كده كانك حاطط يعني حاجه كده صلبه حوالين العيون، صح كده؟ فالبريشر اللي هو الضغط اللي على العين يحصل له ايه؟ يزيد، صح كده يا شباب؟ يبقى نقدر نقول انها بتزود الانترا اوكيولار بريشر. انترا يعني اللي هو موجود جوه العين، تمام؟ اوكيولار اللي هو العين، يعني عين اسمها اوكيولار اللي هي الادجكتيف من ايز يعني، تمام؟ بريشر اللي هو الضغط، تمام؟ الانترا اوكيولار بريشر ده يزيد ازاي؟ يزيد في حاله اذا كانت الميه دي اللي هو الايكوس هيومر ده زاد، تمام؟ فانت كانك حاطط ميه كده، فاهم؟ فالضغط اللي على يعني الضغط اللي هو موجود جوه عينك زاد عشان يقاوم الضغط الموجود بره عينك، وانت بتجري مثلا الهواء ده ما يقعدش يخبط في عينك ويأذيها، فاهم الفكره؟ تمام؟ نرجع للحوار تاني. هو اهم حاجه عايزين نعرفها ان هو موجود في بيتا 2. تمام يا شباب، يعني في كلام صعب الكلام ده، ان شاء الله ما فيش اي حاجه صعبه. تمام، ايه كنا بنتكلم عن ايه؟ لما الميه دي تزيد يا شباب مين بيمتصها تاني؟ بيمتصها تاني، ركز كده معايا، تعرف مين بيمتص الميه دي تاني لما بقى الوضع يهدى كده وخلاص البيتا 2 وقفت عن يعني بطلت تكون الميه الايكوس هيومر دي؟ الاسفنجه دي. الاسفنجه دي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها تيوبيكولار مش ورك او تيوبيكولار مش ورك. تمام، السفنجه دي هي اللي بتمتص الميه دي. حلو خالص. السفنجه دي عشان تمتص الميه هو انا مش محتاج اخليها الميه تدخل لها؟ يعني ايه؟ بالراحه خالص كده وركز معايا. يعني هنا في سفنجه كده، صح كده؟ وهنا في ميه. الميه دي عشان تمتص، السفنجه دي عشان تمتص الميه مش محتاج الميه دي تدخل لها؟ ايوه. طب الميه دي عشان تدخل الاسفنجه دي مش محتاج اوسع الزاويه؟ يعني الزاويه دي تبقى كبيره كده عشان الميه تعرف تدخل، فاهم الفكره؟ ايوه، محتاج اوسع الزاويه. طب انا عشان اوسع الزاويه دي محتاج اللينس دي يحصل لها كونفكسيتي ولا يحصل لها تقل الكونفكسيتي بتاعتها ولا تزداد؟ هو مش اللينس دي اللي سد على التيوبيكولار مش ورك؟ فاهم الفكره؟ ادي اللينس، صح كده؟ لو اللينس دي حصل لها مثلا زادت الكونفكسيتي بتاعتها، فالزاويه دي تتوقع تقل ولا تزيد؟ ركز كده معايا. ادي لحظه، ادي المين السيلياري بادي. تمام، بص السيلياري بادي كده وهي حصل لها
كونتراكشن والسيلوري بودي وهو حصل لها ريلاكسيشن. السفنجه دي او الزاويه دي تتوقع تزيد ولا تقل؟ وفي انهي حاله من الحالتين؟ يعني مش فاهم. بص كده، ادي مثلا انا رسم كروكي بصراحه، تمام، مش عارف ارسم بصراحه هنا، او مش واخد وضعك، يعني ان انا ادي اللينس مثلا مش عارف ايه اللي برسمه ده بصراحه، تمام، وادي الايريس تمام اللي فيها اللينس وكده، تمام، وادي مثلا ايه، ادي هنا ايه التيوبيكولار مشوار، تمام، موجوده هنا دي، او اعتبرها موجوده هنا، تمام، موجوده في الحته دي، تمام. التيوبيكولار مشوار دي اول ما يحصل كونتراكشن للسيلري بودي ويحصل كونفكسيتي زي ما فهمت من شويه، الزاويه دي تقل تتوقع ولا تزيد؟ والعكس اول ما يحصل، تمام كده، مش عارف اسمها كويس بصراحه، بس هحاول اوصل لكم المعلومه بطريقه بسيطه. اول ما يحصل ريلاكسيشن والكونفكسيتي ايه تزداد، فتتوقع الزاويه دي تقل ولا تزيد؟ فكر كده فيها. هو اول ما تزود الكونفكسيتي، اول ما ازود الكونفكسيتي فالعضلات دي هتشد الجزء ده، صح كده؟ تاني كده، اول ما انت تزود الكونفكسيتي يعني ده معناه ان العضلات دي يعني معموله في وضع كونتراكشن، صح كده؟ فهي مشدوده، فهي زي شد السيلري بادي كده، صح؟ عشان عايزه تدوس على العين، فالزاويه دي تزيد، صح كده؟ فلما الزاويه دي تزيد الميه الموجوده دي المشوارك يبدا يمتصها، التيوبيكولار مشوارك، وبعد ما يعدي التيوبيكولار مشوارك يبدا تخش على يعني الجزء اللي اسمه كانالو فشليم، والكانالو فشليم بعد كده يروح يرشحها في الليمف نودز او ما علينا. يعني ايه تاني؟ تعالى كده نفهمها تاني. اول ما يحصل ليس كونفكسيتي يعني في الفار فيجن، فده معناه ان الجزء ده كابس على التيوبيكولار مشوارك، صح كده؟ فايه يعني ايه المشكله هنا؟ التيوبيكولار مشوارك مش عارفه تمتص الاكواس هيومر، فالاكواس هيومر ده الموجود على العين ده مش عارف يمتص عن طريق التيوبيكولار مشوارك، تمام؟ حلو خالص. فايه يعني ايه يترتب على ايه كده؟ نقدر نقول ان الكونفكسيتي لما تزيد فيترتب على ذلك ايه؟ يعني الكونفكسيتي لما تزيد زي كده، تمام؟ فالزاويه اللي هي الانجل الاوف اي اللي هي الزاويه بتاعت العين دي، تمام؟ الانجل يحصل لها ايه؟ تزيد ولا تقل؟ الانجل تزيد اللي هي الزاويه دي، صح كده؟ فايه اللي يحصل؟ فتمتص ميه اكتر، فلما تمتص ميه اكتر الانترا اوكيولار بريشر الضغط اللي هو اللي كان على العين ده هيقل ولا يزيد؟ لما يمتص الميه دي فالميه الموجوده هنا هتروح تقل، فالانترا اوكيولار بريشر تقل. حلو كده؟ والعكس يا معلم، الكونفكسيتي لما تقل فالانجل اللي يحصل لها انها تقل، فالانترا اوكيولار بريشر يحصل له ان ايه؟ ان هو يزيد، تمام كده؟ يعني في حاله اذا كانت، طب ما تيجي كده ايه نجيبها من الاول خالص ازاي؟ يعني مثلا في حاله اذا انت شغلت السيلري بادي، طب والسيلري بادي دي موجود فيها مين؟ موجود فيها الام 3، لسه قايلها من شويه، السيلري بادي موجود فيها الام 3، في حاله اذا كان شغلت السيلري ماسل معلش اللي هي دي موجود فيها ام 3، تمام؟ لسه مش قايلها من شويه، راجع الفيديو لو ناسي، موجود فيها الام 3، صح كده؟ لو انت شغلت الام 3 تقدر تقول لي الانترا اوكيولار بريشر يزداد ولا لا؟ بالراحه خالص، الام 3 دي هتشتغل، فيحصل ايه للعضله؟ كونتراكت، فلما كونتراكت تروح تدوس على اللينس، فلما تدوس على اللينس الكونفكسيتي تزيد، والكونفكسيتي لما تزيد فالانجل تروح تزيد اللي هي دي، فيروح التيوبيكولار مشوارك دي يحصل لها ايه؟ انها تمتص الميه، فلما تمتص الميه الانترا اوكيولار بريشر يزداد. سؤال ام سي كيو، ايه اللي يحصل لما تجيب حاجه بتشغل الام 3؟ والعكس، لما انت تدي حاجه توقف الام 3. ولا اقول لك ليه مثال، ما تيجي بقى نخش في الفارما، احنا كده خلصنا الاناتومي وكل حاجه عاوزينها في الاناتومي، تمام يا شباب؟ معلش انا اسف اني طولت، اعتبروه درس يعني والله، بس يعني اظن كل حاجه انتم شايفين مستفادين منها، تمام؟ لحظه واحده، تمام، اكيد اتمنى تكونوا بتكتبوا ورايا الكلام ده كله، ماشي، تمام. نرجع بقى للدرس بتاعنا. احنا كنا بنتكلم عن العنوان بقى اللي انا كاتبه على الفيديو، الاتروبين. ايه الاتروبين ده؟ تعالى نتكلم بقى عن ايه الدرس بتاعنا والحاجات المهمه. ايه الاتروبين ده؟ الاتروبين، انا بص انا هقول لك مثال بحيث ان هو الاتروبين بس عشان تفهم الحوار وانت طبقه على اي دواء،
تمام، سواء بقى بلوكر لده او يعني انت مثلا لو خدت دواء بيعمل بلوك للالفا، شوف الالفا بتعمل ايه واعكس الحوار، خدت دواء بيشغل الالفا، انت عرفت الالفا بتعمل ايه واعمل ويعني قول بتعمل الحوار ده، تمام، خدت دواء بيشغل الماسكرينك الام 3، شوف الماسكرينك دي موجوده فين واعمل بتعمل الحوار ده، خدت دواء بيظبط او بانتاجونست يعني بيقفل الماسكرينك، شوف الماسكرينك دي بتعمل ايه واعمل عكس الكلام ده، تمام. حلو، ادي الاتروبين ده. الاتروبين ده شباب لازم نعرف ان هو حاجه اسمها ماسكرينك بلوكر. ماسكرينك بلوكر يعني ايه ماسكرينك بلوكر؟ يعني بيوقف او بيصبط، تمام، يعني بيخش على الماسكرين كده، ادي الماسكرين زي الام 3، هنتكلم عن الام 3 دلوقتي، تمام، بيخش عليها كده ويروح يقفلها، ماشي، بيقفلها خالص كده، تمام، قفلها ما يخليش حاجه تاني تيجي تشغلها، تمام. مين اللي جه قفلها ده؟ الاتروبين، تمام شباب، او الاتروبين، الاتروبين ده، تمام، ماسكرينك بلوكر. يجي اي دواء تاني، اي حاجه تانية عايزه تشغل الماسكرينك زي مثلا استيل كولين، لا ما تدخليش انا سددها، فاهم الفكره؟ طب لما تتوقع يترتب ايه على العين بقى؟ احنا بنتكلم عن العين، تمام، يترتب ايه على العين؟ تعال نشوف. اول حاجه الاتروبين ده هيعمل ايه؟ ركز معايا بالراحه وبالراحه خالص كده، هتلاقي نفسك عارف كل حاجه والله، تمام. اول حاجه، الله اكبر، الله اكبر، اول حاجه الاتروبين ده موجود في السيركلر ماسل، صح كده؟ يبقى اول حاجه كده بالراحه يا معلم، الاتروبين ده موجود في السيركلر ماسل، وما تسرعش بالله عليك في الكلام، تمام، ما تسرعش، موجود في السيركلر ماسل اللي هو مين؟ اللي هو الام 3، هو الاتروبين ده بيوقف الام 3، تمام كده، بيظبط الام 3، والام 3 دي موجوده في السيركلر ماسل، يبقى يترتب عليه لما ادي دواء الاتروبين، شوف الماسكرينك دي موجوده فين واعكس الوظيفه، ما هو ما انت سددتها، فاهم الفكره؟ تمام، انت لما سددت الماسكرينك دي اللي هي الام 3، فالسيرك فالام 3 دي موجوده اول حاجه في سيركلر ماسل، صح؟ ادي سيركلر ماسل يا سيدي، السيركلر ماسل دي كانت بتعمل ايه للبيوبيلي؟ بتوسعها ولا بتضيقها؟ لا بتضيقها، عشان بتدوس شبه الاستيك، ما انا اسلام قال لنا شبه الاستيك، صح كده؟ سيركلر كانها دايره شبه الاستيك، فتدوس على البيوبيلي تعمل فازو كونستريكشن، صح كده؟ تمام، اللي هو كنا بنسميها مايوزيس، صح كده؟ تمام. طب انت لما توقف بقى الماسكرينك ريسبتور دي، فانت كده ايه اللي هتعمله؟ اوعى تغلط وتقول تعمل مدرياسيس، بالراحه خالص، هو صح بتعمل مدرياسيس بس مش بسبب الاتروبين، ليه؟ انت كده فاكر الاثنين اللي بيشدوا الحبل دول، تمام، اكيد زهقت منهم، لما انت تموت ده فالحبل ايه اللي حصل له؟ الحبل راح كده. طب الحبل راح كده عشان الشاب ده وداها ولا عشان ده اللي شدها؟ فاهم الفكره؟ يعني مثلا انت ادي الحبل بيشد، تمام، وانت بتشد كده رحت انت جيت كده من ورا طخيت الراجل ده، تمام، فالحبل اكيد هيروح ناحيه الشاب الثاني حتى لو اضعف. طب ليه؟ عشان الشاب ده عايش وبيشد، لكن انت يعني قتلت ده مش بيشد. طب فانا هل هقول ان الشاب ده زق الحبل هناك ولا لما مات فالراجل ده شد الحبل؟ الثانيه، لما الراجل ده مات فده شد الحبل. ليه بقول المثال الغريب ده؟ نفس الفكره، انت لما تقفل الماسكرينك ريسبتور الموجوده على السيركلر ماسل، فالقوه كلها تبقى متحكمه بالريديال ماسل، فاهم الفكره؟ الريديال ماسل هي اللي بتكون شغاله، يعني كانك حفزت الالفا، فاهم الفكره؟ يعني انت لما تقفل الماسكرينك ريسبتور كانك حفزت الالفا، فهيتوقع هل يحصل ميدرياسيس ولا يحصل لحظه هل يحصل ميدرياسيس ولا يحصل مايوزيس؟ لا، تقول لي ان انا وقفت السيركلر ماسل اللي كانت بتعمل مايوزيس، فكده يبقى مين اللي شغال؟ الراديال ماسل اللي هي كانت بتشد لبره، فلما الراديال ماسل دي تشد لبره فالبيوبيلي توسع يحصل بيوبيلي دايليشن، فلما البيوبيلي توسع يحصل حاجه اسمها ميدرياسيس، فلما يحصل ميدرياسيس فانت ما تقدرش تشوف الحاجه اللي من قريب. فانت عرفت ليه؟ عشان الكونفكسيتي قلت، صح كده؟ فالمدرياسيس ده يترتب عليه حاجه اسمها بلور فيجن، او الرؤيه مثلا اللي هي ايه؟ الرؤيه اللي انت يعني مش قادر تشوف كويس، تمام؟ يعني مش عارف تقرا كويس، فاهم الفكره؟ تمام، يبقى هيحصل مدرياسيس، بس المدرياسيس ده هل بسبب الالفا؟ هو مين اللي بيعمل مدرياسيس اصلا؟ الالفا كانت بتعمل مدرياسيس، صح كده؟ بس هل بسبب الالفا؟ لا، مش بسبب الالفا، امال بسبب مين؟ المدرياسيس ده بسبب ان انت وقفت اللي كانت بتقاوم الالفا. اللي هي مين؟ اللي هي الماسكرينك. اتمنى تكونوا فاهمين الكلام ده يا شباب، لو مش فاهمين قولوا لي في الكومنت ممكن اشرحها تاني، بس انا اظن يعني وضحتها او ارجع للفيديو من الاول فهمها تاني، تمام؟ يعني انت لما توقف الماسكرينك دي فانت روح عملت ايه؟ رحت شغلت يعني خليت الابر هاند كلها للريديال ماسل اللي كانت شغاله بالالفا، بس الالفا دي هي اللي اصلا كانت بتعمل مدرياسيس، لكن احنا لما اعطينا الاتروبين اللي بيعمل بلوك للماسكرينك فاللي شغال بس بقت الريديال ماسل، فحصل ميدرياسيس، بس الميدرياسيس ده مش بسبب ان الاتروبين هو اللي عمله، ده بسبب ان هو صبط اللي كان بيعمل كونتراكشن اللي هو السيركلر ماسل، فاحنا نسميه ده باسيف ميدرياسيس.
يعني ايه باسيف؟ يعني سلبي، يعني هو لا يعني مش هو اللي عمل كده. يعني مثلا نفس مثال الزميل، اتنين زمايلنا اللي بيشدوا الحبل دول، تمام؟ لو زميلنا ده هو اللي شد الحبل وقاوم الناحيه دي، نقول عليه الراجل ده اقوى، عمل اكتف يعني شدها بقوه نشطه. لكن لو انا جيت قتلت زميلنا ده فالحبل اتشد تلقائي على ده عشان ده مات، فده اسمه باسيف. الراجل ده فاز، ايوه بس بشكل سلبي، باسيف. فاهم الفكره؟ حلو خالص. فهنا الاتروبين عمل باسيف ميدرياسيس. يعمل ايه ثاني الاتروبين؟ الاتروبين ده هيعمل ايه ثاني شباب؟ قبل ما اكمل، تمام، هو في مرض اسمه الجلوكوما، تمام، نسيت اقوله تقريبا. الجلوكوما ده ان الميه اللي على العين اللي اسمها الايكوسيومر دي كبيره جدا على العين، بس كده خلص، خلص الجلوكوما ده. يعني الجلوكوما ده اللي اسمها الميه الزرقاء تقريبا بالعربي، يعني الانترا اوكيولار بريشر ده زايد جدا على العين، زايد جدا، بس كده، تمام خالص. وانا هقول لك تعالجه ازاي دلوقتي، تمام. حلو. الاتروبين ده هيعمل ايه تاني؟ شوف انت الام 3 دي موجوده فين وقول لي هيعمل ايه تاني. الام 3 دي انا فاكر من شويه او كاتبها ورايا. الام 3 دي كانت موجوده في حته اسمها، الام 3 دي كانت موجوده في حته اسمها السيلياري ماسل. السيلياري ماسل دي فين؟ السيلياري ماسل دي اللي شبه الاهداب، صح كده، اللي كانت ماسكه اللينس. السيلياري ماسل دي لما انت تدي اتروبين، اللي هو بيعمل الاتروبين، بيعمل بلوك للمسكرين. فالسيلياري ماسل دي، لحظه كده، السيلياري ماسل دي كانت بتعمل ايه يا شباب؟ كانت بتخلي يعني كانت بتنقبض، فتروح تعمل ايه؟ تعمل بتزود الكونفكسيتي، صح كده، لما تنقبض، صح كده. فانت تروح تقدر تشوف نير فيجن، يعني تقدر تشوف الحاجه القريبه، بس ما تقدرش تشوف الفار فيجن زي ما فهمت من شويه، صح كده، تمام. طب انت لما تدي اتروبين اللي هو بيسد المسكرين، فالسيلياري ماسل كانها مش شغاله، فاهم الفكره؟ كانها مش شغاله. فايه الحصلان؟ الحصلان ان الشكل، ان حصل ان اللينس الكونفكسيتي قليله جدا فيها، فاهم الفكره؟ الكونفكسيتي، السيلياري ماسل اللي كانت بتزود الكونفكسيتي نايمه، فالكونفكسيتي قليله جدا. حلوه خالص. طب لما الكونفكسيتي قليله جدا، فاكر يحصل ايه؟ فالانجل اللي هي الزاويه تزيد ولا تقل؟ لا انت فاكر من شويه، اكيد ان شاء الله فاكرها، تمام. فالانجل يحصل لها ايه؟ الانجل تزيد. فلما الانجل تقل، تمام، هي يعني الانجل تقل، فلما الانجل تقل الانترا اوكيولار بريجر يحصل له ايه يا شباب؟ الانترا اوكيولار بريجر يزيد. فالانترا اوكيولار بريجر لما يزيد، عشان يعني مش ممتص الميه، فاكر المعادله اللي انا عملتها من شويه؟ لما الكونفكسيتي قلت بسبب ان السيلياري ماسل، يعني قلت السيلياري ماسل مش شغاله، عشان احنا عطينا حاجه تظبط المسكارينيك ريسبتور، فالاتروبين اللي هو الاتروبين، فالانجل قلت، فالانترا اوكيولار بريجر زاد. فلما الانترا اوكيولار بريجر زاد، ايه اللي حصل؟ الانترا اوكيولار بريجر زاد، فالضغط على العين زاد، فممنوع وخطر كبير جدا، خطر، تمام، خطر كبير جدا فور جلوكوما. اوعى تدي اتروبين للناس اللي عندها جلوكوما. ليه؟ ما بالراحه خالص. ما هو الجلوكوما ده احنا عباره عن الميه دي انها زايده قوي، فدايسه على العين. طب ايه علاج الجلوكوما؟ ادي حاجه تقلل العين الميه دي. ما بص كده، امشي كده باللعبه اللي قلت لك عليها من شويه. انت عايز تعالج الجلوكوما علاج، تمام، عايز تعمل علاج للجلوكوما، فانت كده بالراحه خالص. انت عاوز تعمل للانتر اوكيولار بريشر اللي هو عامل المشكله ده تقلله، صح كده. فانت تعمل حاجه، يعني بص كده، امشي بالطريقه اللي قلت لك عليها. يعني انت عاوز تزود الانجل، صح كده، من الانتر اوكيولار بريشر عكس الانجل اللي هي الزاويه، تمام. تمام، يعني انت عاوز تزود الكونفكسيتي. طب ايه اللي بيزود الكونفكسيتي؟ عندك حلين يا معلم، انك تدي حاجه تزود، تدي المسكرين دي، عندك حل انك تدي المسكرين دي تعمل لها ايه؟ تديها حاجه تشغلها، صح كده؟ عشان يعني المسكرين دي كانت موجوده فين؟ في السيلر بادي، معلش، تمام. تدي حاجه، تدي المسكرين دي، تدي حاجه تشغلها. فلما تدي المسكرين دي حاجه تشغلها، ايه اللي يحصل؟ يحصل ان الكونفكسيتي تقل. فلما الكونفكسيتي تقل الانجل تزيد، لا يحصل، معلش، الكونفكسيتي تزيد فالانجل تزيد فالانتر اوكيولار بريجر يقل، صح كده. عشان كده لما اعطينا الاتروبين فالاتروبين سد المسكرين، فايه اللي حصل؟ المسكرين كانت موجوده في سيريال ماسل زي ما قلت من شويه. طب انت لما اعطيت السيريال ماسل وقفتها، فخلاص مش هيحصل كونفكسيتي، ما هي السيريال ماسل المسؤول عن الكونفكسيتي، تمام. فالكونفكسيتي قلت، فالانجل قلت، فالقناه الاوفشليم للسفنجه مش داخل لها ميه عشان انجل قليله، فالانتر اوكيولار بريجر زاد. فمخطير جدا لعلاج الجلوكوما. اوعى تدي، اوعى تدي اتروبين لواحد عنده جلوكوما، تمام. طب انا قلت لك في حلين، انك تدي حاجه تشغل المسكرين، صح كده، او تدي حاجه تظبط البيتا 2. هي ايه البيتا 2 دي؟ البيتا 2 دي كانت بتطلع الميه من الاساس، فانت تدي حاجه تبلوك البيتا 2 عشان ما تطلعش الميه وما تزودش الانترا اوكيولار بريجر، فاهم صح؟ فاهم الفكره؟ تدي حاجه توقف البيتا 2 خالص. هي مش البيتا 2 اصلا كانت بتطلع الميه اللي هي على العين الايكوسيومر دي، فهي اللي كانت عامله لنا المشكله. فانت ادي، يعني لو عايز واحد عنده جلوكوما وعايز تعالجه، دور على الادويه اللي بتعمل بلوك للبيتا 2، او دور على الادويه اللي بتعمل اكتيفيشن للام 3.
فاهم الفكره؟ بس كده تمام. يبقى ده علاج، يبقى ده الفكره بتاعت اللي هو يعني ازاي تعالج الجلوكوما، اللي هو يا انت تشغل الام 3 يا توقف البيتا 2. ايه الامثله؟ احفظ بقى الادويه براحتك، شوف الادويه اللي عندك في العملي في النظري، انا قلت لك الفكره بس مش اكتر تمام. يبقى الحوار انك تسيلير ماسل كونفكسيتي، يبقى أو يبقى الاتروبين ده اوعى تديه للجلوكوما. يبقى الاتروبين ده تاني كمختصر كده هيعمل لنا ايه؟ اول حاجه هيعمل باسيف ميدرياسيس. وعرفت ازاي يعني ايه باسيف؟ عشان مش هو اللي عمل ده، انت بس وقفت اللي كان بيقاوم. هيعمل لوس اوف اكوموديشن فور نير فيجن، يعني مش عارف تقرا كويس او مش عارف تقرا كويس، دي بيسموها حاجه اسمها سايكلوبليجا تمام. سايكلوبليجا انك مش عارف تقرا كويس يعني تمام، فاهم؟ او يعني لوس اوف اكوموديشن تمام، اللي هي يعني الكونفكسيتي مش قادره تبقى كده، اسمها سايكلوبليجا تمام. يعني شلل انها تبقى سايكلو، فاهم الفكره؟ ما علينا، اسمها سايكلوبليجا، احفظ المصطلح ده. الاتروبين بيعمل سايكلوبليجا، انك مش قادر تقرا، مش عارف تقرا كويس يعني، بسبب ان ايه؟ بسبب ان انت مش عارف تشوف الرؤيه كويسه، صح كده؟ رؤيه هباب على راي بابلو تمام. فالمهم، فانت كده يعني عرفت الفكره. يبقى ممكن يسالك في الامتحان مين اقوى ميدرييتك، يعني اقوى دواء بيعمل ميدرييزس، اللي هو مين؟ هو الاتروبين ده اقوى ميدرييتك تمام، بيعمل اقوى ميدرييتك على وجه الارض يعني تمام. يبقى اقوى دواء بيعمل ميدرييتك، عشان كده بنقوله خطير جدا الناس اللي عندها جلوكوما تمام. حلو، بيعمل ايه تاني؟ بيزود يعني بيزود الانتر اوكيولار بريشر، عشان هو قلل الكونفكسيتي، صح كده؟ لما انت سديت الماسكارينك الموجوده في السيلياري بادي، فايه اللي حصل؟ فالكونفكسيتي قلت، صح كده؟ يعني دي يعني اللي هي اللينس دي وسعت عشان الكونفكسيتي قلت، صح كده؟ فالزاويه دي قفلت، فاهم قصدي؟ يعني قفلت على الزاويه اللي هي موجود فيها مين؟ الكنال اوفيش ليم دي والتيبيكولا مش وارك والكلام ده تمام. طب ينفع نحط قاعده كده عامه ان اي دواء بيعمل ميدرييزس يحبس الاكواس هيومر في العين فيزود الانترا اوكيولار بريشر، واي دواء بيعمل مايوزس يساعد على الدرينج. يعني درينج، درينج اللي هو يعني ان الميه تزال، او يعني يحصل استنزاف للميه تمام، او يعني تخلص الميه اللي موجوده في عينك تمام، فالانترا اوكيولار بريشر يزيد. يبقى اكتب عندك كده ملحوظه، اي دواء بيعمل مايوزس يساعد على الدرينج فالاي او بي يقل، اللي هو انترا اوكيولار بريشر. اي دواء يعمل ميدرييزس يزود الاكواس هيومر ويحبسه في العين، عشان الانجل يعني بتاعت العين دي قلت والكونفكسيتي قلت، فالانترا اوكيولار بريشر يزيد تمام. اتمنى كده الدنيا تكون واضحه وسهله جدا ان شاء الله. يعني انت خلاص انا عرفت الايريس وعرفت مين موجوده، البيتا 2 والالفا والام 3 اماكنهم، فانت كده عرفت كل حاجه تمام. معلش انا كان يعني كان هدفي ان يكون اقصر من كده بصراحه، يعني حسيت الفيديو يعني فلت مني زي ما بيقولوا كده تمام. فبعتذر، انا اسف لو طولت على حد يعني، ولو ما فهمتش جزء معين ممكن ترجع له تاني، ولو ما فهمتوش ممكن تكتبه في كومنتس او تكلمني برايفت مش مشكله يعني، اشرحه لك تاني مش مشكله تمام. اتمنى تكونوا فهمتوها، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا رايكم في الكومنتس، اي دعم لينا بيفيدنا والله وشجعنا، بعد عن الناس اللي مش عايز اتكلم يعني بيفيدنا بجد يعني وبيشجعنا والله. وان شاء الله يعني يعني في حاجات جامده جايه برده في الطريق بجهزها، وبالتوفيق ان شاء الله.